بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مبرهنة القيم المتوسطة وحل المعادلات. إذن لننطلق على بركة الله. قال: لتكن الدالة جي المعرفة على المجال من صفر إلى زائد ما لا نهاية، بالعبارة أعطيت لنا عبارة جي لإكس تساوي لنا إكس مربع ناقص إثنان زائد إثنان في لوغاريتم x كما تلاحظون هنا باللون الأحمر. قال: برهن أن المعادلة g لx تساوي صفر تقبل حلا واحدا في المجال من صفر إلى زائد ما لا نهاية، ليكن هذا الحل هو ألفا يطلب حصره بين عددين طبيعيين متتاليين، يعني أو متعاقبين. نتابع جيدا هنا أبناء. إذن نكتب هنا كعنوان البرهان أن ماذا؟ أن المعادلة g لx تساوي صفر تقبل حلا، ما هو حلا وحيدا؟ هذا ألفا، بحيث هذا الألفا يا أبنائي يكون، قال، في المجال من صفر إلى زائد ما لا نهاية، ويكون محصور ما بين عددين طبيعيين متتاليين. إذا قلنا مثلا هكذا، هنا ان زائد واحد ومن هنا ان، حيث هذا ان عدد طبيعي، معنى ثلاثة خمسة ثلاثة أربعة خمسة ستة وهكذا. الآن هنا ماذا نقول أبنائي؟ نقول لحل أو لبرهان أن المعادلة g لx تساوي صفر تقبل حلا أو حلولا، حلا يجب دراسة ماذا؟ الدالة g على المجال الذي أعطي لنا، المجال من صفر إلى زائد ما لا نهاية. قلت علينا أن ندرسها ثم نعطي جدول تغيراتها، ثم من جدول التغيرات نستعمل مبرهنة القيم المتوسطة لحل هذا المشكل. إذا هنا ننطلق بأول شيء اللي هي النهاية، اللي هي ليميت g لx اللي هي x مربع ناقص 2 زائد 2 في لوغاريتم x لما الx يؤول إلى الصفر بقيم أكبر. هنا بما أن قلنا عندنا نهايات شهيرة في الدالة اللوغاريتمية، عندنا هذه النهاية اللي هي ليميت لان x لما الx يؤول إلى الصفر بقيم أكبر، معروفة إنها ناقص ما لا نهاية. معنى هذه تصبح هذه التي أريكم إياها، وهنا عوض بالصفر مهما كان، فتعطينا النهاية هي ناقص ما لا نهاية، مهما كان تعطينا ناقص ما، لأن هنا لو نعوض بالصفر تصبح صفر، وهنا ناقص ما لا نهاية في اثنان هي ناقص ما، وننزع لها اثنان مهما كان تبقى ناقص ما لا نهاية. يوجد هنا ربما تفسير بياني اللي هو إكس يساوينا ماذا؟ إكس يساوينا صفر مستقيم مقارب عمودي لسي جي للمنحني، لكن هو لم يطلب هذا السؤال. الآن بعدما حسبنا النهاية عند ماذا؟ عند الصفر بقيم أكبر، نأتي الآن النهاية عند الزائد ما لا نهاية، لأن الدالة معرفة من صفر إلى زائد ما لا نهاية. نقول ليميت x مربع ناقص 2 زائد 2 في لوغاريتم x لما الـ x يؤول إلى زائد ما لا نهاية. لو نعوض تعويض مباشر سوف نجد هنا كم؟ زائد ما لا نهاية، وهنا كم؟ وهنا زائد ما لا نهاية. لماذا أبنائي؟ لأن عندنا النهاية اللي هي ليميت لان x لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية، إنها زائد ما لا نهاية. وعندنا كذلك ليميت x مربع لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية، إنها زائد ما لا نهاية. فالزائد ما لا نهاية والزائد ما لا نهاية تعطي لنا زائد ما لا نهاية. ها هي النهايتين قد حسبتا. بعدما أكملنا مع النهايات يا أبنائي، نأتي شيء آخر إلى المشتقة. إذا نكتب هنا كعنصر المشتقة، نقول الدالة هكذا، الدالة G قابلة للاشتقاق، لأنها هي مجموع لدالة كثير حدود مع دالة لوغاريتمية، وكلاهما تقبل الاشتقاق من صفر إلى زائد ما لا نهاية، فإن مجموعهم يعطي دالة قابلة للاشتقاق من الصفر إلى زائد ما لا نهاية. إذا الدالة جي قابلة للاشتقاق على ماذا؟ على دي جي اللي هو من الصفر إلى زائد ما لا نهاية، ودالتها المشتقة هي، نتابع جيدا،
إذن قلنا ودالتها المشتقة تصبح هي بكل بساطة نكتب هنا اف أو عفوا جي فتحة لإكس تساوي. عندنا مشتق الإكس مربع ما هو؟ هو 2 إكس. مشتق الناقص 2 هو 0. مشتق زائد 2 في لوغاريتم إكس. دائما العدد في المشتقة أوصيكم في الدوال إذا كانت دالة مضروبة في عدد فذلك العدد يبقى يتبع مهما كان سالب أو موجب، لكن ليس إكس إنما عدد. في مشتق لوغاريتم إكس هي 1 على إكس، فتصبح لنا ماذا أبنائي؟ فتصبح لنا جي فتحة لإكس تساوي 2 إكس، البسط في البسط والمقام في المقام، تعطينا زائد 2 على ماذا؟ على إكس. هذه هي مشتقة الدالة ماذا؟ الدالة جي. لاحظوا الآن نأتي إلى إشارة هذه المشتقة. لو نلاحظ جيدا نحن في المجال قلنا دائما أن دي جي هو من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية. أي ماذا؟ أي أن 2 إكس هذا موجب تماما، هذا موجب، وهذا مهما كان في هذا المجال، في المجال اللي هو 2 على إكس دائما كذلك موجب. في المجال قلت هذا يعني أي عدد 2 نقسمها إلى أي عدد موجب تعطينا قيمة موجبة. أما إن كان شيء آخر R فهذا شيء آخر، لكن نحن نتعامل مع الموجب هذا من صفر إلى زائد ما لا نهاية، فنقول هذه مباشرة إنها أكبر تماما. ومن هنا ماذا نحكم أبنائي؟ نحكم على أن نقول الدالة جي كيف هي؟ متزايدة تماما على المجال ماذا؟ على المجال الذي أعطي لنا مجموعة التعريف اللي هو من صفر إلى الزائد ما لا نهاية. بعدما أكملنا مع هذا أبنائي سوف نأتي الآن إلى ماذا؟ إلى جدول التغيرات. إذا نكتب هنا جدول تغيرات الدالة جي، هذا كليا حتى نجاوب على تلك السؤال الذي أعطي لنا. لاحظوا هنا أبنائي سوف نقوم برسم جدول تغيرات الدالة، ومن خلاله سوف نجيب على هذا السؤال الذي أعطي لنا. لاحظوا هنا، إذن قلنا أنه هكذا أبنائي، بعدها نلاحظ جيدا. إذن قلنا الدالة غير معرفة عند الصفر هكذا، إذن نكتب هنا إكس من الصفر إلى غاية الزائد ما لا نهاية، وهنا عندنا جي فتحة لإكس. قلنا كيف هي؟ إنها موجبة، أي أن الدالة جي قلنا عليها إنها كيف هي؟ إنها متزايدة تماما. انظروا والنهايات كم وجدنا؟ وجدنا عند الناقص ما لا نهاية، وعند الصفر بقيم أقل ناقص ما لا نهاية، وعند الزائد ما لا نهاية وجدنا زائد ما لا نهاية. الآن بعدما وجدنا هذا الشيء يا أبنائي، من هنا يمكن أن نحكم على أن الدالة تقبل حل. لاحظوا جيدا، نقول من جدول التغيرات نجد أن، لاحظوا نقول نجد أن الدالة جي كيف هي؟ مستمرة وماذا؟ ومتزايدة تماما على المجال ماذا؟ على المجال من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية. ها هي أمامكم، انظروا مستمرة ومتزايدة، يعني السهم نحو الأعلى. إذن مستمرة ومتزايدة وماذا؟ وليميت جي لإكس لما الإكس آل إلى الصفر بقيم أكبر كم كانت؟ لاحظوا إنها ناقص ما لا نهاية. وليميت جي لإكس لما الإكس آل إلى زائد ما لا نهاية كم كانت؟ كانت زائد ما لا نهاية. فإن ماذا؟ فإن صفر ينتمي إلى الصور. ما هي الصور اللي هي من الناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية؟ ها هي الصور، معناه مهما كان فإن الصفر محصور ما بينهم مهما كان. إذا نكتب هنا حسب، بكل بساطة الآن نكتب حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة جي لإكس تساوي صفر تقبل ماذا؟ تقبل
يقبل حلا وحيدا اسمه ماذا؟ اسمه ألفا، حيث هذا الألفا ينتمي ماذا؟ ينتمي لنا يا أبنائي من الصفر إلى غاية الزائد ما لا نهاية. بعدها أبنائي نأتي إلى السؤال الذي قال يحصر ما بين عددين طبيعيين متتاليين. هنا كيف يمكن أن نقوم يا أبنائي؟ الأمر جد بسيط، نأتي بعبارة الدالة، لاحظوا ها هي عبارة الدالة، نكتب هنا كعنوان حصر ألفا بين عددين طبيعيين متعاقبين أو متتاليين، هكذا حتى تفهموا الفكرة. لاحظوا هنا أبنائي، نعم لو انتقلنا من الناقص من إلى زائد من أكيد سوف نجد في طريقنا ماذا؟ في طريقنا شيء اسمه صفر. ما معناه؟ معناه إذا انتقلنا من هنا فنعلم أننا انتقلنا كذلك من هنا. فما رأيكم أبنائي؟ هنا قضية تجريب فقط، نعوض بماذا؟ بواحد. تعالوا نعوض هنا بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد، فأصبح لنا واحد ناقص اثنان زائد اثنان لوغاريتم الواحد إنها صفر، فأصبح لنا هذه كليا صفر، أصبح لنا ناقص واحد. لاحظوا جي لي واحد أعطى لنا ناقص واحد. نأتي الآن إلى الاثنان، نعوض بالاثنان، هنا باثنان وهنا باثنان وهنا باثنان، فتصبح لنا ماذا؟ تصبح تساوي لنا 4 ناقص 2 زائد 2 في لوغاريتم 2، فتصبح لنا تساوي لنا ماذا؟ 2 زائد 2 لوغاريتم مهما كان هذه القيمة اللي هي هكذا في اللوغاريتم 2 قيمة مهما كان هي موجبة. لماذا؟ لأن هذه 0.69 في 2 أصبح لنا 1.38 زائد ماذا؟ زائد 2 أصبح لنا 3 ما يقارب هنا 3.38 يعني قيمة موجبة. لاحظوا هنا جيدا، إذا قلنا نحن واحد، إذا ألفا يصبح مهما كان ينتمي الصفر، أولا صفر ينتمي إلى صور المجال، ما هو؟ لاحظوا ناقص واحد وينتمي ما بين هذا، ليس الألفا، ما زال ألفا. الصفر اللي هي صور المجال لما حسبنا بالواحد والاثنان وجدنا ناقص واحد ووجدنا 3.38، أي أن الصفر محصور ما بين قيمة موجبة وقيمة سالبة، لكن هذا الصفر ما هي السوابق الآن؟ فإن ألفا أصبح محصور ما بين. لاحظوا هنا لما عوضنا بالواحد وجدنا ناقص واحد، ولما عوضنا بالاثنان وجدنا 3.38، إذا الألفا ها هو محصور، لما ينزل هذا الألفا تصبح العبارة هنا الجي كم؟ صفر. إذا إنه محصور ما بين قيمتين طبيعيتين متتاليتين، ما هما؟ هما الاثنان والواحد، بهذه البساطة. معنى هنا قضية تعويض فقط، ليس إلا معنى لها برهان خاص، لا، إنما بعينك سوف تلاحظ هذه الأشياء فقط يا أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، يعني لما نجد هذه الأسئلة من نوع مبرهن قيم متوسطة هي الحل الوحيد. كما أرجوكم لا تنسون بالدعاء لنا بالصحة والعافية، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك لي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.